بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي سماح اسماعيل محمد، من الشرقية، تحديدا من هي نفسها. انا عندي 40 سنة، وكنت متجوزة وعندي 4 ولاد، معايا 3 ولاد وبنت. وانا دلوقتي منفصلة بقالي حوالي 3 سنين، ومن ساعة ما انفصلت يعني اتنزلت عن كل حاجة لجوزي، عشان يعني مش كنت بلاقي منه غير كل ضرب وإهانة، ويعني قلة أدب. فاتطلقت منه واشتغلت وخدت ولاد وكده، و معايا محمد وعمر وبسنت وكريم، معايا 3 ولاد وبنت. بس يعني كانت الظروف احلى من كده. دلوقتي انا ظروفي ان انا وحشة خالص، عايزة يعني مش عارفة اسكن في بيت انا وولادي، ولا عارفة اصرف عليهم. ماليش حتى معاش والدي، كل معاش والدي 400 جنيه، وانا دلوقتي بشتغل عند طبيب دكتور في عيادة نساء. في عيادة نساء، ويعني دخل يعني بسيط خالص، مش مقضي ان انا اعيش ولاد، انا عايزة اعيشهم، انتي مسؤولة عنهم؟ انا المسؤولة عنهم. يعني جوزك طبيب، ما بيساعدش بأي مبالغ ما في بيساعدش. المعادلة؟ حتى انا لما اتطلقت اتنازلت عن كل حاجة عشان يطلقني من كتر المشاكل والضرب والإهانة. كان بيضربك انتي والولاد؟ معايا ابني الكبير بسبب ضربه جات له حالة نفسية ومشي وساب البيت ومشي، ودلوقتي مدمن. فأنا يعني بطلب أدمن أي حد إن هو يساعدني في متعاطي ابني، مخدرات. متعاطي مخدرات وبياخد بودرة وكده، لعند ما باع كل حاجة. بيجيب بقى المخدرات منين وانتي حالتك المادية دلوقتي صعبة جدا؟ ما أنا دلوقتي يعني يعتبر يعني باع كل حاجة في البيت، باع كل حاجة، ما فيش حاجة في البيت. أنا لما الظروف يعني بقت وحشة معايا وكده، فهو خد الولاد مني. هم ما دلوقتي بقتيش قادرة تصرفي؟ مش أنا كنت الأول يعني واخدة شقة وبدفع إيجارها وكده، كان إخواتي بيساعدوني. بس الفترة معينة أنا بقى مطلقة بقى 3 سنين، من قعد حوالي 6 شهور 8 شهور يدفعوا الإيجار، وبعد كده قالوا احنا خلاص احنا مش هنساعدك. ليه بقى؟ معرفش يعني حصل بينكم خلافات ولا أي حاجة ولا خالص. خلاص يعني هما يعني حالتهم المادية مش سامحة ان هما هم يساعدوك؟ قالوا يعني ولادك يعني باباهم أولى بيهم كده، فأنا ما كنتش عايزة أسيب ولادي. هو طليق بيشتغل ايه؟ هو كان مسافر بره ونزل من حوالي 10 سنين، من ساعة ما نزل من 10 سنين واحنا في مشاكل، ما تعرفيش هو يعني يعني. كان وضعكم مستقر وكنتوا أسرة كويسة؟ كنا كويسين خالص، وكان يعني الحمد لله مستورة، ومش كانت مشكلة فلوس خالص ما كانش في بينكم مشاكل، كانت الحياة ولا هادية. أي حاجة خالص. كان بيسافر وبيروح وبيجي بس محمد يعني من ساعة المشاكل، ومن ساعة ما قعد من السفر حالته النفسية إيه؟ كل ابنك شوية الكبير، كل شوية ضرب وشتيمة ابنك وإهانة الكبير ليا. عنده كام ابن سنة؟ عنده 19 سنة، فهو تعب بقى من المعاملة ما تعب بينكم. وكل شوية يطردنا أنا وهو في الشارع ويمشينا في نص الليل. لو انت فمحمد متجوزة يعني لو وانت أنا امرأته كان متجوز بيطردك؟ كان بيطردني أنا ومحمد، وأقول له لا، يقول لي لا هو سيبيه في الشارع، أقول له لا ده ابني مش هسيبه. ساعات والله كنا بننام قدام البيت. ابنك أدمن وهو مع والده في البيت ولا بعد كده؟ محمد خد مخدرات عن طريق غير مباشر، يعني حد صحابه ضحكوا عليه وادوله، وانا ما كنتش اعرف. هو بدأ يعني بدأ الطريق ده من امتى وهو عمره كام سنة؟ من زمان، من حوالي 8 سنين الولد 8 سنين؟ لا، من هو عنده حوالي 11 سنة؟ 11 سنة. بدأ بدري كده؟ ما هو خدها من صحابه ضحكوا عليه، بقوا يعملوا برشام ويحطوا له في الشاي وانا ما اعرفش. بس يعني كان عشان كان مصنف كويس يعني الفلوس، يعني مثلا بدأت ايه ان الاقي الفلوس بتنقص، الاقي الحاجة اللي في البيت بتنقص. طب يا محمد لما لقيت الحكاية زادت كده، فبدأت أسأل يا محمد طب انت بتعمل ايه؟ فقال
اخر مرحلة ان هو بياخد بودرة، بياخد بودرة. ودلوقتي انا يعني حتى يعني لما بتكون هما دلوقتي مع باباهم في البيت، بس محمد طرده وانا يعني شغالة صغيرين مع باباك دلوقتي. اه الفترة دي متكفل بيه؟ لا انا المتكفلة بيها، طب انا هو دوره ايه معاها لما هو هو دوره، بيكون هو كده؟ دوره اصلا هو بيقول لي خدي الولاد، بس انا مشكلتي ان انا مش دخلي، ودخلي واللي انا فيه مش مساعدني ان انا اجر لهم بيت وان انا اصرف عليهم. فانا قلت له يعني حتى تاخدهم، وهو مش مانع ان هو ياخدهم، بس قال لي اي مصاريف اي حاجه انا مش ملزوم بيه، انا يعني اللي بقدر عليه يعني شغل. انتي قلتي ان انتي اخواتك كانوا هما متكفلين بالسكن، وبعدين لفترة يعني حكاية 6 8 شهور بس، كل اللي بعد كده سابوكي وبعد ومسيبك كده يعني. سابوني. اه قالوا لي انتي ملزومة مننا، عايزة مش هندفع لك ايجار، عايزة تيجي تقعدي معايا في بيتهم في هما. بيتهم. اه وقال لي تودي ولادك طب انتي جربتي لبابا. انك تسكني في بيت والدك او مع حد من اخواتك؟ جربت، اه جربت، بس كان معلش لا مؤاخذة كل ما ابني يجيلي عيال مش بيسيبوني، يقولي معلش هبقى انا قاعدة وولادي مثلا ابقى ببصلهم كده هما بعيد عني، فمش مستحملة. تقصدي ما كنتيش قادرة تستقبلي ولادك اه التانيين لما كانت هما بتيجي عايزين تقعدي لوحدك اه بس؟ لوحدي، مش عايزين مثلا ابني كان يجي يلا على ابوك، يلا بنتي تيجي الوحيدة يلا على ابوك، طب ما حالة النفسية تلاقي زي الزفت. يعني انتي بس عايزينك يستضيفوكي انتي عايزين بس، انا بس، انتي اختهم بقى اه انا وكده. بس. قلت لهم لا، فبدأت ان انا اشتغل ادور على شغل عنده دكتور وكده. يعني بتاخدي بقى كام في الشهر؟ 500 جنيه. في الشهر اه مع ومعاش، معاش ومعاش والدك؟ والدي 400 جنيه. يعني انتي حصيلة الشهر كله المرتب بتاعك 900 جنيه، 900 جنيه وما ينفعش طبعا تعملي معاش والله. رحت تاني. يعني لما اخذ الموظفين اقول لهم طب انا عايزه اي معاش او اي حاجه تساعدني، انا معايا 4 ولاد عايزه يبقوا جنبي، عايزه اخد لهم اي مكان واقعد واصرف عليهم، بس مش يعني 900 جنيه مش هيعملوا حاجه، ده يا دوبك يعني مش يعني ايجار شقه. فانا قلت لهم طب معاش مطلقات اي حاجه مثلا الولاد، قالوا لا ما فيش، انت دام تاخدي معاش والدك ما ملكش انت تقدم على اي معاش تاني. قلت لهم طب يعني، طب حتى الابن اللي هو الكبير التعبان دوت، عشان هو من حوالي 4 شهور كده هو دخل مستشفى الجامعة وكان بيموت من كتر الحاجات اللي بياخدها، كان طيب ليه ما تعبان. و بتعمليش علاج بقى في المصحات الحكومية زي المصحات الحكومية أنا يعني عملت أوراق ورحت عشان أوديه كده، قالوا لي أنت بعد، الدكتور قال لي بعد تعبك ده كله لو ابنك مش عايز يتعالج، لو هو دخل تاني يوم وقال لنا أنا عايز أمشي هيمشي. قلت لهم طب ما أنا تقصدي إنه ما فيش حد بيجبره على ما إن هو فيش يمشي حد بيجبره، عشان يتلقى العلاج وهو اللازم؟ طايش مش عارف شوية، يقول يعني يقول يا ماما أنا تعبان ساعديني، يعني محمد تعبان خالص وتعبني. يعني حتى يعني بخلي ناس تغصب على بابا ان هو يدخله يقعد معاهم في البيت على الاقل يعني ياخد هو على الحاجات طول وي... طرده اه والله ما على طول. بيسألش يعني، لا لكن بياخده بس. ما بيسألش فيه. طبعا ده بيؤدي لحالته بسوء اكتر. اه طبعا تعبان، يعني لما اخذه كان تعبان في المستشفى وانا كنت نايمة، كان في عنبر الرجالة وانا كنت نايمة على الارض اسبوع، مجاش بس اللي غير شافه كده 5 دقايق وراح ماشي، ما فيش حد، حتى اخواتي جم بس مش في حد، مش في حد وقف جنبي، انت اللي شايله انا المسؤوليه اللي شايله كمان. مسؤولية ولادي كله طب انت الاربعة. دلوقتي قلتي لي انك ما عندكيش سكن. لا انا ما عنديش سكن، انا شغاله هنا عند الدكتور وانا قاعده في الشغل هنا، ازاي بقى خالص؟ شغلي هنا 24 ساعة، 24 ساعة شغل و24 ساعة إجازة. تمام. فاليوم اللي أنا شغالة فيه هنا أنا يعني 24 ساعة شغل، اليوم الإجازة مثلا ولادي عدوا عليا بروح عند بيت باباهم، هو بيكون راح الشغل، الفترة اللي أنا بروح فيها هو بيكون في الشغل، تروحي تريحي بقى بروح وتروحي مثلا تقعدي للولاد. أعمل لهم أكل، أفضل قاعدة معاهم، لو مش شافني عادي، لكن اليوم ما بيشوفني هناك بلاقيه بيطردني ويلا انت ايه اللي جابك هنا، اقول له انا جاي اقعد مع ولادي شويه، اقول ولادك عايزينك يروحوا لك على الشغل.
طب ما انا بيصعب علي ولادي يعني، لازم اعمل لهم اكل واشوف طلباتهم. بعدين انا معايا بنت 12 سنة يعني، تيجي لي يوم انا عايزاك تقعد معايا شوية، فغصب عني بستحمل والله ضرب وشتيمة واهانة وطرد من البيت، والشارع كله بيتفرج عليا، بس والله عشان خاطر ولادي، عشان خاطر بنتي. ما فكرتيش ترجعي له تاني؟ لا مش في عيش ابني يعني هنا يعني، حتى كل لما اقول مثلا حاله لما ترجعوا لبعض، لا كل لما حتى رب يعني اقول ربنا يهديه وعايزه استحمل عشان خاطر ولادي كده، بدل ما انا بروح كده كده انا اللي بروح وشايله. بصي يعني من كتر الاهانه ومن كتر الذل، وحتى ولادي مذلولين يعني، حتى بنتي انا بتبقى تتضرب وتتشتم، ولادي كده يضربوا، مش بقدر اقوم احوش عنهم، يوم مثلا ما بتكلم بيزيد اكتر. فانتي بتسكتي عشان نقدر مش بعرف احوش عنهم. حتى لما انا مثلا اروح مثلا احوش على بنته كده يعني بيعاني فيكي، والله ما تعرفي في ايه، هو عنده حاله نفسيه ما تعرفيش، مش بس هو مش يعني مش كويس يعني. حتى مثلا مش هقول عشان خاطر محمد، ولكن مش حنين على ولاده، لا ولا البنت، لا ده والله العظيم يعني بيضربها ضرب فظيع يعني. حتى لما مثلا بخش انا ولا كده واتخبط، بنتي تقول لي اقعدي يا ماما مش سيبيه يضرب. هي البنت بتقول اه والله، تقول لي سيبيه يا ماما يضرب. فانا والله العظيم انا تعبت محمد وولادي، ويعني عايزه اي مكان يعني اقعد فيه انا وولادي، عايزه اي مساعده، وابني يتعلم ويبقى كويس ويبقى سند ليا في الدنيا. والله كل شويه يجي لي على الشغل، يا ماما انا عايز، يا ماما انا عايز. طب انا يا محمد مش يعني مش قادر، الدخل مش مساعدني ان انا ادي لك وكده، اشتغل واروح واودي للناس يشتغل، وناس يعني ولاد حلال ان هم يساعدوه، بس هو تعبان، ما بيقدرش هو تعبان، حتى نفسيته تعبانه، تشوفيه ساعات يصعب عليك يعني، ساعات اقول ربنا ياخدك يا محمد. ليه؟ ساعات يعني بيبقى بصي كأنه شيطان، وساعات بحس ان هو يعني تايه، مش لاقي اللي يقف جنبه. يا ماما ساعديني من مثلا ان هو يسرق حاجة اخواته، يا محمد طب مش ينفع حاجة اخواتك يعني، مثلا او مثلا تضرب اختك الوحيد، بلاش تضربها بلاش تعمل فيها كده. لما مش عارف ساعة يعني الاقيه شويه كده وشويه اقول معلش يا ماما مش تزعلي مني، معلش يا بس انا، وبلاقيه زي الملاك، يا محمد طب انت ليه كده؟ يقول معلش يا ماما انا تعبان غصب عني. يقول لك انا عايزه اتعالج؟ بقول له اه كتير، بيقول انا عايزه اتعالج. يفضل بقى كنت بتقولي انه بيعيط، يقول لك يا ماما ساعديني. اه ساعديني يا ماما، ولا ايه ساعات يجي لي هنا في الشغل يقعد لي، يا ماما انا تعبان، طب تعالى وديني للدكتور. قولي يا محمد طب كلمت والله الناس يعني مصحته وكده، هكتب لهم وصلات، بس عالجوا لي ابني عشان يبقى سند ليا، مثلا اخد شقه يبقى كويس. كل الناس يقولوا والله لو ابنك ده اتعالج يعني هنشغله كده، بس طول ما هو كده يعني الناس بترفض تشغله لان هم عارفين انه مدمن. اه بترفض تشغله، بيخافوا منه، هم ليهم حق يخافوا منه، لكن هو مش مسؤول عن تصرفاته. اه مش مسؤول عن تصرفاته يعني، بيعمل تصرفات يعني، يعمل يعني الحاجة صح وضدها في وقت واحد يعني. ساعات يقول لي ماما معلش مش تزعل مني، ساعة واحدة الاقيه هاتيلي فلوس من تحت الارض. طب انا مش معايا يعني، عمال استلف من هنا ومن هنا، وخلاص يعني وصلت لمرحلة ان انا مش عارف مرضيت. عليا مبلغ، عليا في حدود 3000 جنيه. 3000 جنيه. حتى روحت للراجل اللي انا مضياله شيك وكده، قلت له انا عايزه يعني عايزه اسدك شويه يعني بالتقسيط. قال لي لا انت لو سدتيني يبقى 4.5. قلت له انت شايف ظروفه وعارف اللي انا فيه؟ قال لي لا مش انت عايزه دلوقتي حد يسدد لك المبلغ ده؟ انا والله عايزه اهو، ده هو جايب لي 3000. هو الراجل ده جايب لي 3 احكام والله من 3000. ايه بقى شغال ايه يعني، او هو ازاي عليكي شيكات ليه مثلا؟
هو انا كنت مزنوق برضو في ظروف زي ديت، وقلت انا هروح اجيب منه فلوس وهأجر شقه واقعد انا واولادي. الفلوس جت مش عملت اي حاجه، 3000 جنيه صرفوا في ترضاهم سلف منه كده ولا لا؟ مش سلف، انا واخداهم على اساس ان انا هديله كل شهر 500 جنيه. بفايده برضه؟ بفايده. بس انا لما الظروف اللي انا فيها دي مش عارفه اسده، مش عارفه بقالها حوالي سنتين. طب انت دلوقتي يا سماح بتقولي انت بمناسبه انك قاعده في العياده بتشتغلي فيها بالليل؟ بشتغل فيها انا والله العظيم، يعني تعرف ان انا ببقى ماشيه من هنا، خلصت الورديه بتاعتي وماشيه، والله العظيم انا بفضل كده عيط. طب انا هروح فين؟ هروح فين مثلا يعني؟ انت بقالك على الحال ده كام سنه؟ انا بقالي دلوقتي سنتين بالظبط. مش عارفه تنامي فين؟ مش عارفه يعني. انا بحمد ربنا ان انا حتى قلت ادور على شغل تاني يعني، عشان اقل ايجار هنا في هيليا بقد ايه؟ اقل ايجار يعني 600 جنيه 500 جنيه مش ده اقل حاجه. وانت كل المرتب بتاعك اللي بتاخديه في صالة؟ مش عارفه. انت دلوقتي بتطالبي بايه؟ او انت محتاجه انا دلوقتي اهم حاجه عندي ان انا يعني اساعد محمد ويتعالج. عايزه تعالجيه من الادمان؟ عايزه اعالجه، ده اهم حاجه. عشان انا مهما قصدك يعني في مصحه خاصه ولا يا ريت. انا والله العظيم كلمت واحد قال لي احنا مش يعني انت عارفه، عشان قلت له همضي على شيكات وكده، قال لي طب سيبيني شهر. طب في الشهر دوت هيكون اتعالج. طب معلش والله هسددك بس يعني حتى هشتغل شغل تاني. يعني يديكي فلوس ولا ياخده يتولى؟ لا ياخده يعالجه مثلا، اديله كل مثلا كل شهر، قلت له كل انا اقدر عليه 1000 جنيه على اساس ان انا هشتغل شغل تاني، هشوف اي شغل تاني. ليه ما تشتغليش شغل تاني مع العياده بما ان الدخل منها قليل؟ ما انا والله فكرت في كده وعملت كده فعلا، بس يعني بس انت بنتي. وقال لي يا ماما احنا عايزين نقعد معاكي يعني انا حتى انت مش لاقيه وقت للشغل التاني عشان توفري لي. انت دلوقتي محتاجه ايه يا سماح؟ انا محتاجه يعني مثلا يعني حاجه، يعني اهم حاجه عندي ان ابني يتعالج، ان محمد يتعالج. مش عارف تعالجيه في المصحات الحكوميه؟ ما هو مش نافع عشان هو مش عارف يستحمل، محتاج سيطره. مش هينفع. حتى لو روح تاني يوم هيطلع، طب يبقى انا عملت ايه؟ مش عملت حاجه. انا عايزاه يعني يتعالج ويرجع طبيعي وكويس، وده اهم حاجه عندي. ومحتاجه ان انا يكون لي سكن، عندي سكن وعندي بيت يضم يعني يلمني انا واولادي. هو ده اللي انا عايزاه يعني. انا نفسي والله يعني اكون انا واولادي، حتى اصحابي يقولي حاولي ان انت تشوفي لك مكان وكده، بس انا ظروفي مفيش. وبعدين انا مش ينفع ان انا مثلا ان انا يعني اتحيلت على اخواتي. مش يعني انت مش في منع تعيشي عند اهلك، بس لا انا مش ان هم رافضين ولادك. مش ممنع، بس المشكله ان انا مش هقدر ان انا ابني يجي له الصغير ويطرد من البيت، او يمشي يلا روح على ابوك. مش هينفع. مش في حد هيستحمل اصلا ان ابنه يكون قدامه مش يقعد معاه ولا يسلم عليه. وانت بتنامي سرقه بقى في بيت جوزك الطبيعي؟ بتنامي هو بره مثلا لما تكون بنتي فيه. لما تكون بنتي تعبانه مثلا، طب انا هقعد معاها عشان بنتي تعبانه. بيفضل بقى طول الليل شتيمه وقله ادب ويلا امشي انت ايه اللي جابك. فبحاول ان انا استحمل. ساعات ببقى اسيب ساعات يعني اسيب البيت في نص الليل وارجع الشغل ابات هنا. حتى لو ما عنديش شغل، اصحابي يقول لي تعالي باتي معانا بدل. والله ساعات اقعد في الشارع. والله ساعات اقعد في الشارع. ازاي بقى؟ والله ساعات اقعد على المحطه. مش لاقي مكان. بتقعدي بالليل؟ والله لا. والله العظيم حصلت لي كم مره ان انا اقعد الصبح لعند الصبح لعندي ان انا اجي شغلي ولا اروح في ايه ولا تفضلي مستنيه كام ساعه لحد ما العياده تفتح او وقت العمل بتاعك يبتدي؟ وانت بقى مش عارفه تروحي بيت طبيبك ولا قليل؟ لا ما انا بكون ماشيه منه يعني، هو بيكون طاردني منه.
وبعدين يعني مش عارفه، انا اهم حاجه عندي ان انا اكون مع ولادي ومحمد، هو ده اهم حاجه عندي. انت محتاجه شغل طبعا. محتاجه انا بشتغل هنا عند الدكتور، وحاولت ان انا اشوف شغل تاني، بس يعني بقول الحمد لله. لا يعني بقول الحمد لله ان انا مثلا ايه شغاله في مكان بقعد فيه. بس ده مش هينفع كل الوقت. لا طبعا مش هينفع، عشان اصلا الشغل يعني هنا مش مستقر.